بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج حياتنا حلقة الخميس. إن شاء الله حلقة راح تكون خفيفة من خلال المواضيع الشيقة اللي راح نسلط الضوء عليها في برنامج حياتنا. طبعا في البداية أمسي على زميلي محمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي عبد الله، ومساكم الله بالنور ومشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة نهاية الأسبوع. طبعا حلقة راح تكون إن شاء الله مميزة مع أخوي عبد الله ومع ضيوفنا الكرام، مواضيع مميزة ومهمة وشيقة، خاصة يعني المدارس على الأبواب إن شاء الله. المدارس على الأبواب والمرحلة الرابعة إن شاء الله بعد على الأبواب محمد، فيعني إن شاء الله خلال الشهر القادم راح تكون الأمور كلها طيبة، وإن شاء الله يعني نرجع لحياتنا الطبيعية. وعلى طاري يعني رجعتنا لحياتنا الطبيعية محمد، طبعا أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات إعادة افتتاح جميع مساجد الدولة لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع تطبيق طبعا الإجراءات الاحترازية واستمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. طبعا كما قررت السماح بالتجمعات بحد أقصى 15 شخص في الأماكن المغلقة و30 شخص طبعا في الأماكن المفتوحة. طبعا وقد تقرر تقسيم المرحلة الرابعة إلى مرحلتين، وذلك بناء على معطيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في المجتمع ومؤشرات الصحة العامة في دولة قطر. مزيد من التفاصيل مشاهدين الكرام في هذا الموضوع نشوفها مع بعض في هذا التقرير. بناء على معطيات انتشار فيروس كورونا في المجتمع ومؤشرات الصحة العامة في قطر، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات تقسيم المرحلة الرابعة إلى مرحلتين، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى في الأول من شهر سبتمبر، مع دراسة إمكانية فرض أو رفع بعض القيود بناء على المستجدات في منتصف الشهر ذاته. وتتضمن القرارات الجديدة إعادة افتتاح جميع مساجد الدولة مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. يتم الالتزام بوجود 80% من عدد الموظفين في مقر عملهم في القطاعين العام والخاص، والسماح بالتجمعات بحد أقصى 15 شخصاً في الأماكن المغلقة و30 شخصاً في الأماكن المفتوحة، بجانب السماح بعقد حفلات الزفاف بحد أقصى 40 شخصاً في الأماكن المغلقة و80 شخصاً في الأماكن المفتوحة. كما سيتم افتتاح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية 15%، ويستمر إغلاق ساحات اللعب والمراكز الترفيهية، ويسمح بانعقاد المعارض المحلية بطاقة استيعابية 30%، وسيتم أيضاً إعادة تشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية 30%، بجانب السماح باستخدام القوارب واليخوت الشخصية بطاقة استيعابية 30%، واستمرار العمل بسياسة السفر والعودة إلى الدولة، واستمرار عمل الأندية الصحية وبرك السباحة العامة بطاقة استيعابية 50%، مع السماح بتقديم خدمات المساج والسونا بطاقة استيعابية 30% في المنشآت المعتمدة، افتتاح برك السباحة الداخلية بطاقة استيعابية 30%، واستمرار منع خدمات الحلاقة والتجميل والمساج المنزلية. كما يستمر عمل مراكز التعليم والتدريب الخاصة بطاقة استيعابية 50%، مع السماح بعودة خدمات التنظيف والضيافة في أماكن العمل بنسبة 30%، والسماح أيضاً بعودة هذه الخدمات للمنازل. افتتاح المطاعم في المجمعات بطاقة استيعابية 30%، مع السماح بدخول الأطفال، ويستمر منع إقامة المخيمات الصيفية، وكذلك منع استخدام الأجهزة الرياضية في المرافق العامة، وسيسمح للجمهور بحضور الفعاليات الرياضية بطاقة استيعابية 20% في الأماكن المغلقة و30% في الأماكن المفتوحة. السماح للعيادات الخاصة بالعودة إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة، واستمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية 50%، أما المطاعم فيسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية لها ابتداءً من 30%، مع السماح بعمل الأسواق الشعبية بطاقة استيعابية 75% و50% لأسواق الجملة. كما يسمح للمتاحف والمكتبات العامة بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية. تعاون الجميع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية ضرورة ملحة لعودة الحياة إلى طبيعتها.
مثل ما شفنا وياكم مشاهدينا الكرام من خلال هذا التقرير، طبعا يعني مع بداية المرحلة الرابعة إن شاء الله الحياة راح ترجع لطبيعتها، ولكن دائما دائما واجب علينا أن احنا نحمي نفسنا ونحمي الآخرين اللي حولنا من خلال اتباعنا لكل الإجراءات الاحترازية اللازمة. محمد طبعا أخوي عبد الله، يعني مشاهدينا الكرام نحاول احنا نحافظ قدر الإمكان على الإجراءات الاحترازية عشان نوصل للمرحلة الثانية من اللي هي المرحلة الرابعة. طبعا طبعا راح تنفتح دور السينما والمسابح والنوادي، فالواحد ان شاء الله راح يقدر يقضي وقت طبعا مع الالتزام طبعا بالاجراءات الاحترازيه. اكيد الكل ان شاء الله راح يكون ملتزم. وياكم مشاهدي الكرام راح نطلع لموضوع اخر، حيث حثت وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في بيان لها جميع المسلمين على صيام يوم عاشوراء من شهر المحرم اقتداء بسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالفعل عبد الله، وطبعا اكدت الوزاره ان صيام عاشوراء يصادف يوم السبت العاشر من محرم 1442 هجريا 29 من اغسطس 2020. طبعا هذا اليوم مرغب فيه شرعا طبعا يعني وياكم. وبينت الوزاره في بيانها ان مراتب صومه عند اهل العلم ثلاثه، افضلها ان يصوم قبل بيوم وبعد بيوم، يليها ان يصام التاسع والعاشر، ولا مانع طبعا من صيام العاشر والحادي عشر لمن فاته صيام التاسع، وإليها المرحلة الثالثة هي صيام يوم عاشوراء وحده. طبعا كل هذه المراتب صحيحة وراح تاخذ عليها أجر بإذن الله. طبعا عبد الله، طبعا صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية، يعني ففي الصحيح من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضي. لذلك تذكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسلمين الكرام بفضل صيام هذا اليوم إحياء لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وسعيا طبعا لتكفير الذنوب وابتغاء للأجر من الله والثواب. طبعا يعني صيام يوم واحد، يعني دائما احنا نقول ان يعني رب العالمين اعطانا اشياء وايد تكون بسيطه محمد، ولكن اجرها جدا كبير. فصيام يوم واحد اللي هو يوم عاشوراء بنيه صادقه واحتساب الاجر دائما عند رب العالمين يكفر لك ان شاء الله سنه ماضيه، يعني سنه كامله، يعني تخلي صفحتك بيضاء عبد الله. صحيح ان شاء الله، يعني نتمنى من الجميع صيام هذا اليوم. وياكم مشاهدينا الكرام نطلع لموضوع اخر، حيث نجحت جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس مع انخفاض عدد الحالات اليومية وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعيا. طبعا وقد ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها فيروس كورونا كوفيد 19 في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع. طبعا تعتبر دولة قطر من أقل دول العالم في معدل وفيات فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك لعدة أسباب نتعرف عليها وياكم من خلال هذا التقرير. الانخفاض المتوالي في حالات الإصابة بفيروس كورونا في دولة قطر من بين أهم المؤشرات الصحية لثمرة الجهود التي حدت من انتشار الفيروس وبداية السيطرة التدريجية على هذا الوباء. واقع صحي ما زال في سلم أولويات الدولة من حيث توفير الكوادر الطبية والدعم المستمر لمختلف الجهود الوقائية والعلاجية، ما انعكس بشكل واضح على معدل الإصابات اليومية بالفيروس ونسبة الوفيات الذي عزاه مختصون إلى مستوى الرعاية الصحية النوعية التي يتلقاها المصابون في المشافي والمراكز الصحية، الفحوصات الاستباقية، زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات خاصة وحدات العناية المركزة، إلى جانب التحديث المستمر للبروتوكولات العلاجية، مما ساعد في ارتفاع عدد المتعافين من المرض في الدولة إلى أكثر من 114,700. جهود عززها التزام أفراد المجتمع بالتوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية، والتي حفزت اللجنة العليا لإدارة الأزمات إلى الانتقال بسلاسة من مرحلة إلى أخرى في رفع القيود، وصولا إلى المرحلة الرابعة والمتوقع أن تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، مرحلة تعول السلطات على الالتزام الصارم فيها من قبل أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية، والتي من أهمها ترك المسافة الآمنة، تجنب الزحام وارتداء القناع، النظافة الشخصية إلى جانب الاستمرار في حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار أو استخدام المطهرات اليدوية، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم
تجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الالتهابات التنفسية، تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس بالمنديل، ثم التخلص منه على نحو مناسب. أما في حال تعرض الشخص لأعراض الأنفلونزا فعليه ارتداء الكمامة. الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية هو أهم ما في هذه المرحلة للتقليل من فرص أي موجة مرتدة للفيروس مرة أخرى، وحتى تتكامل الجهود لينحسر الوباء كليا ويتعافى ممن تبقى من مصابين. مشاهدي الكرام، طبعا شفنا هذا التقرير، تقرير يعني نشكر صراحة جهود وزارة الصحة على الجهود اللي هم قائمين فيها. طبعا قدروا انهم يعني يسطحون المنحنى اللي ان شاء الله راح نمشي على راح يمشون على جدول معين، وراح نوصل طبعا للمرحله الرابعه، وراح ننتهي المرحله الرابعه، وراح ان شاء الله ننتهي من كورونا وزمن كورونا باذن الله. باذن الله، يعني اليوم يعني نوصل ان شاء الله لصفر من الحالات باذن الله من خلال التزام الجميع في هذه الأزمة، والالتزام الجميع للمحافظة على سلامة الجميع. وياكم وياكم محمد، عندنا شنو الحين عندنا طال عمرك موضوع ثاني. طبعا مشاهدينا الكرام، أكملت هيئة الأشغال العامة أشغال تعزيز السلامة المرورية بالطرق المحيطة ب 465 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة. طبعا وذلك بواقع 88% من إجمالي عدد المدارس المتضمنة في برنامج تعزيز السلامة المرورية بالمناطق المحيطة بالمدارس. طبعا في حين تجري الأعمال لاستكمال تنفيذ مخططات السلامة حول 38 مدرسة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020-2021. إضافة إلى ما تم إنجازه، تواصل أشغال العمل على الانتهاء من تصميم المخططات حول 5 مدارس على أن يتم البدء فيها بمجرد الحصول على الموافقات الخاصة بها من مختلف الجهات المعنية بالدولة، و25 مدرسة أخرى قيد تصميم مخططات الطرق المحيطة بها. يعني جهد كبير يقومون فيه محمد أشغال من خلال قيامهم، من خلال توفيرهم لكل سبل الراحة، خصوصا للطلاب اللي إن شاء الله راح يكونون وراح يتوجهون لمدارسهم إن شاء الله مع نهاية هذه الأزمة. نعم، يعني عبد الله، بس ترى جهود أشغال دائما في التشجير وتزيين الشوارع، مش يعني بس حوالين المدارس فقط، يعني في كافة أنحاء الدوحة ما شاء الله جهود دائما جبارة من عند أشغال. طبعا يعني وياك محمد يعطيهم ألف عافية على كل الجهود اللي قاعدين يقومون فيها. ونطلع وياكم مشاهدين الكرام إلى موضوع آخر، طبعا في تهيئة دفعة جديدة من الخبراء للحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الخبرة أمام الجهات المعنية في الدولة. أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري عن بعد في تقنية الاتصال المرئي. طبعا تأتي أهمية هذه الدورة لإكساب الخبراء المقبولين لدى وزارة العدل المعارف والمهارات الضرورية لتأدية الأمانة التي يطلعون بها باعتبارهم عون لرجال القضاء. طبعا حول دورة الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري ومخرجاتها، يسعدنا أن نستضيف السيد ماجد عبد الله المراغي من إدارة الخبراء بوزارة العدل. حياك الله ويانا ومساك الله بالخير في برنامج حياتنا. خلنا في البداية طبعا نتكلم بإيجاز عن انطلاق أعمال دورة الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري بمركز الدراسات القانونية والقضائية، ولو تعرفنا أكثر بعد عن أهداف هذه الدورة. أول شيء أرحب فيك أخوي عبد الله الهلابي والأستاذ محمد القحطاني، وأشكركم على استضافتكم لي، والشكر على تغطيتكم المستمرة لخدمات التي تقدمها وزارة العدل. بالنسبة للدورة اليوم بالفعل اختتمت الدورة، هي دورة تنظيم الأحكام، تنظيم الأعمال، تنظيم الأحكام اللي تنظم أعمال الخبراء. طبعا هذه تعتبر هي دورة إلزامية ومرحلة من مراحل تقييد الخبراء عندنا. بالنسبة للدورة هذه مدتها أسبوع، بواقع 5 أيام 4 ساعات كل يوم. تنتهي الدورة بأداء اختبار للمشاركين فيها بحيث يتم تحديد المستوى. هدفها طبعا تأهيل المرشحين
لأن يكونوا خبراء بأن يكونون على إلمام تام بالجوانب الإدارية والنظرية والجوانب القانونية، بحيث أن الخبير عندنا إذا أخذ هذه الدورة لابد أن يكون ملم بالجوانب اللي ذكرتها، لأن الخبير في النهاية يعد لي تقرير، التقرير هذا لابد أن يكون مغطى من جميع النواحي النظرية والعلمية. هذه أهداف الدورة. جميل. أستاذ ماجد، يعني لو تحدثنا عن أهمية الدورة يعني في تهيئة دفعة جديدة مثل ما تفضلت من الخبراء للحصول طبعا على التراخيص لمزاولة أعمال الخبرة طبعا. طبعا هذه أهميتها. أول شيء لازم نذكر نقطة أخوي. أن الخبير لما يجي خبير مش مبتدئ، خبير عنده حصيلة معلومات خدم الدولة لمدة 10 سنوات في المجال اللي هو طلب فيه الخبرة. فالدورة هذه أهميتها فقط في أن نلم الجوانب القانونية والجوانب الإدارية اللي لابد أن تتوافر في التقرير اللي عده الخبير، بحيث أن طبعا الخبير بيكون معاون للقاضي. جميل. أيوة. فلازم عليه مسؤولية ولازم يكون مستوى عالي من الدقة في أداء المهنة اللي هو يسويها. فهذه المهنة لازم تغطي الجوانب. احنا طبعا في إدارة الخبراء حتى نتابع تقارير اللي هو يؤديها، عندنا فنيين قانونيين يتابعون الخبير، هل الخبير أدى الجوانب المذكورة اللي تم أخذها في الدورة وتم متابعتها. فتكمن الأهمية في أن في الدورة هذه دور يعني لازم يأخذها دورة إلزامية لأن تغطي الجوانب بشكل عام. يعني الخبير يطلع عنده محددات على أساسها يؤدي التقرير، ما يكون بشكل عشوائي أو بشكل يعني غير مكتمل. نعم. يعني سيد مارد مثل ما ذكرت يعني راح تكون عليه مسؤولية كبيرة كونه راح يكون عون للقضاء. خلنا نتكلم شوي عن الإجراءات اللي أنتم تتخذونها في الوزارة لضمان طبعا توفير خبرة متكاملة، توفير كامل الإجراءات لوصوله لهذه المرحلة وهو فاهم كل شيء. طبعا أستاذي، صدر قانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وتم اختصاصاتها إلى وزارة العدل، وأنشأ من هذا القانون لجنة مشكلة من جهات خارجية وإدارة الخبراء لتنظيم العملية. الإجراءات طبعاً احنا قسمناها على 4 مراحل، بحيث أن الخبير يخرج لي في الأخير بشكل متكامل. تبدأ الإجراءات طبعاً أول مرحلة الأولى مرحلة قبول الطلب ودراسته من الناحية الفنية ومدى توافر الطلب الشروط اللي في الطلب مع القانون، بحيث التأكد من الهوية الشخصية، بحيث نتأكد من المهارات العلمية، الشهادات العلمية اللي عنده، الخبرات العملية، بالإضافة إلى أن هناك لابد أن يكون حسن الخلق وحسن السيرة، فنطلب منه شهادة من الأدلة أنه ما عليه أي أحكام أو أي قضايا يعني. وبالإضافة إلى أن هناك عندنا لابد أن يكون لائق طبيا عن طريق أنه يجيب لنا شهادة من الصحة، من إدارة الصحة أو من أي عيادة طبية معتمدة، لأن تعرف مهنة الخبير لازم يكون حركي. نعم. يروح للأطراف، ينتقل للأطراف، يأخذ أقوالهم، ينتقل للمواقع، يعاينها. بعد ما ندرس الطلب كامل فنيا يعد تقرير، هذا تقرير مبدئي يعتبر من قبل فنيين في الإدارة. ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة اللجنة، لجنة شؤون الخبراء اللي مشكلة من
قاضي من المجلس الأعلى للقضاء، محامي دولة من النيابة العامة، ممثلين عن وزارة العدل، في عدد اثنين من الدكاترة من جامعة قطر، وبالإضافة إلى خبراء مشهود لهم ذو كفاءة مسجلين في لجنة شؤون الخبراء. الطلب لما يدخل اللجنة يتم فحصه نفس الفحص المبدئي، بس طبعا في اللجنة يكون بشكل متخصص لكل يعني لكل أحد منهم شأن، مثل الدكاترة ينظرون للطلب من ناحية المؤهل العلمي، القاضي ينظر لها من ناحية القانونية، المحامي ينظر لها من ناحيته، وفي الأخير إذا تم قبول الطلب بشكل ورقي يتم إجراء المقابلة مع الخبير. نعم. أيوة. المقابلة طبعا تكون مهمة لمعرفة مستوى الخبير في الأخذ والعطاء، يعني أنت تقدر تقيم الخبير من خلال المقابلة اللي أنت ترجع لها. إذا انتهت مرحلة اللجنة طبعا إما بالقبول أو الرفض، إذا كانت بالقبول نروح للمرحلة الثالثة اللي ذكرناها، هي الدورة الإلزامية. نعم. جميل. بعد المرحلة الإلزامية في المرحلة الأخيرة يتم مقابلة سعادة الوزير لأداء حلف اليمين. طبعا الخبير بعد ما يؤهل لابد أن يكون ذو أمانة، وتربط أمانته بحلف اليمين اللي طلبها القانون حتى يكون العمل بذمة. الخبير عنده قضايا، عنده أمور، يعني نقول نسبة 80% تعتمد على التقرير اللي هو يعده، فلا بد أن تكون الذمة موجودة. بعد ذلك بعد حلف اليمين يتم إصدار إجراءات إدارية، يتم إصدار بطاقة الخبير، قيد الخبير، بطاقة تعريفية، ومن ثم يتم إدراجه في جدول الخبراء المعتمد اللي يتم نشره عبر الوسائل، بحيث أنه يكون هذا الجدول مرجع سواء للمجلس الأعلى للقضاء، سواء للنيابة، سواء للجهات الخارجية اللي تطلب خبير، تعرف أن هذا الخبير معتمد ومقيد. نعم. جميل. نعم. إذن الأستاذ ماجد، طبعا مشوار طويل وخطوات عديدة وإجراءات عديدة لقبول الخبير لهذه الدورات الإلزامية، طبعا خبراء موزعين بجانب القضاء، لابد أن هنالك مواضيع كثيرة تطرحونها في هذه الدورات، يعني لو تحدثنا عن أبرز هذه المواضيع. والله شوف، الـ ذكرت لك في البداية الخبير لما ييني خبير يعني قد مارس المهنة اللي هو يقدم عليها خبرة بعدة سنين، يعني ملم بالمادة العلمية اللي هو يقدمها. الدورة اللي نعطيها إياها هي الدورة الإلزامية اللي تخليه يرتب تقريره من الجوانب النظرية والأدبية والجوانب القانونية والقضائية. هذه المرحلة اللي جاري التنفيذ عليها. بندخل بعدين في خطط مستقبلية إن شاء الله وتم تنفيذها عن قريب، اللي هو الدورات التخصصية، بحيث أنا عندي كثير من التخصصات اللي وفيها شيوع كثيرة، مثل يعني عندنا مجالات كثيرة، عندنا مجال العقاري والمجال الهندسي بأنواعه، الهندسة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، بالإضافة إلى الحسابية، وطبعا عندك مجالات أخرى. نعم. بس هذه اللي ذكرتها أنا هي الأكثر شيوعا. فلا بد أن بعد فترة من الزمن عشان يسترجع ذاكرته أو تنشيط للذاكرة للخبير للمادة العلمية، لابد أن تكون هناك دورات تخصصية أكثر تعمقاً في مجال التخصص نفسه. طبعاً إحنا الفترة اللي بعدها راح ننتقل إلى مرحلة اسمها مرحلة التصنيف. مرحلة التصنيف هذه بحيث أني أنا أصنف الخبير في مجاله، بحيث أن عندي خبير يجيني خبرته نتكلم عن 25 سنة 30 سنة، ما أقدر أخليه في نفس الفئة اللي يكون الخبير توه صار له 10 سنوات ومبتدأ. صحيح. أنت تعرف القضايا ممكن تكون قضايا كبيرة، فلا بد موجود التصنيف. فالتصنيف بتكون له شروط وضوابط للانتقال من فئة إلى فئة،
ومن ضمن الشروط والضوابط راح تكون هناك دورات إلزامية تخصصية في المادة في المواد اللي ذكرناها نعم بشكل عام. نعم سيد ماجد، يعني جهد كبير صراحة قاعدين تقومون فيه، وكل الشكر والتقدير لكم على هذا الجهد اللي قاعد تقومون فيه. نبي منك كلمة أخيرة توجهها للمشاهدين. والله صراحة هي المهنة، مهنة الكلمة الأخيرة اللي بوجهها، مهنة الخبير هذه مهنة مهمة وحساسة وذات أهمية كبيرة، وأتمنى يعني من 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 الإخوان اللي لهم باء يعني في مجال الخبرة إنهم يسجلون، وخاصة لمن أهل قطر، لأن يعني بالفعل محتاجين إلى ذو الخبرات للاستفادة منهم، وطبعا قطر تستحق الأفضل من أبنائها. نعم يعني صحيح. أيوة، فهذا شيء ودنا يعني أن يقبلون عليه، والتقديم جدا سهل عن طريق الأونلاين، عن طريق موقع وزارة العدل إدارة الخبرة، يعبي الطلبات ويتم التواصل معه عن طريق عن طريق الإلكتروني. نعم جميل. نعم. سيد ماجد عبد الله مراغي من إدارة الخبراء بوزارة العدل، شكرا جزيلا لك. يعني محمد مثل ما شفنا محتاجين لمثل هذه الناس اللي عندهم خبرة، الناس اللي يحسونهم قادرين على الدخول في مثل هذا المجال، يتواصلون ويدخلون، والتسجيل مثل ما قال سهل عن طريق وزارة العدل إن شاء الله. طبعا أخوي عبد الله، طبعا مشاهدينا الكرام، مواضيع إن شاء الله شيقة راح نكملها معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، طبعا مواضيع شيقة راح نلتقل لها، وموضوع الالتزام طبعا بإرشادات السلامة والوضع الراهن اللي افرض علينا فيروس كورونا. ينطلق مهرجان أجيال السينمائي 8 بنسخته المعدلة في نوفمبر المقبل، حيث تقام معظم أنشطته عن بعد عبر الإنترنت. طبعا هو ما لا يلغي وجود فرصة لإقامة معرض التجمعات من خلال بعض العروض السينمائية المخصصة لحكام المهرجان. طبعا للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف السيدة فاطمة رميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، عبر الخط الهاتفي. حياك الله معنا أستاذة. في البداية يعني لو تحدثيني عن استعداداتكم لإطلاق برنامج حكام أجيال. مساء الخير، أنا سعيدة أني أتواجد معاكم، ومثل ما قلتوا في البداية طبعا إحنا نمر بظروف وتحديات غير اعتيادية، فكان من الضروري أن إحنا نرتب للدورة الجديدة من مهرجان أجيال السينمائي بطريقة مختلفة وخاصة، والحمد لله بنقدر إن شاء الله أن إحنا نقدم النسخة الثامنة من المهرجان في شهر نوفمبر هذا العام. بتكون نسخة في الأغلب إلكترونية، وما زلنا في طور التخطيط والترتيب لهذه النسخة. نعم، يعني لو تكلم عن البرنامج اللي ذكرتوه هو برنامج حكام أجيال، لو تكلمينا عن هذا البرنامج شوي أكثر. طبعاً اللي يعرف المهرجان يعرف أن لجنة التحكيم في المهرجان هي الأطفال والشباب اللي من سن 8 إلى 21 سنة. تقريباً عندنا كل سنة 550 حكم من دول مختلفة، سواء من المقيمين في قطر أو حتى من دول ثانية كانوا يسافرون ويجون الدوحة للمهرجان. فسنة الحين من كم يوم فتحنا باب التسجيل للجنة تحكيم أجيال، والجميلة نفسنا احنا مددنا الأعمار، بيكون مبت من 8 إلى 21 سنة، بيكون من 8 إلى 25 سنة، وكلهم يقدرون يقدمون للفئات المختلفة الخاصة بأعمارهم، فئة محاق من 8 إلى 12 سنة، فئة هلال من 13 إلى 17 سنة، وفئة بدر من 18 إلى 25 سنة. جميل. طبعاً البرنامج يعني يقدم كثير من الأفلام والأنشطة السينمائية المتنوعة، وبتكون على مدار أسبوعين إن شاء الله السنة، مش أسبوع واحد. جميل. يعني مهرجان مثل مهرجان أجيال السينمائي للأستاذة فاطمة لابد أن هناك تحضيرات كثيرة تقومون بها،
لكن طبعا جائحة كورونا لابد أن لها تأثير على هذه التحضيرات، يعني لو تحدثينا عن تحضيراتكم خاصة في هذا الوقت الراهن. صحيح، يعني احنا نمر بظروف جدا استثنائية، وطبعا احنا كمؤسسة دائما حريصين على صحة وسلامة كل اللي شارك معنا في أي برامج نقدمها، وخاصة مهرجان أسيال لأنه بيكون يتعامل أكثر مع الأطفال والشباب. فإحنا طبعاً كان التخطيط حق هذه النسخة وايد صعب، لأن في كثير من الأشياء الغير واضحة بشنو بيكون الوضع في شهر نوفمبر، بس إحنا قاعدين نحاول نحن نخطط لأكثر من سيناريو، وإن شاء الله مع الأيام الجاية والأسابيع الجاية بتوضح الصورة أكثر. بس في الأول والأخير صحة وسلامة كل المشاركين هي أهم شيء، وإحنا أكيد نقوم بدورنا في المجتمع في الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين. أكيد يعني سلامة الجميع أكيد مهمة سيدة فاطمة. يعني أنت ذكرت أن مددتوا أو زدتوا العمر من 21 لين 25، هل مع هذه الزيادة تتوقعون إقبال أكبر من خلال المحكمين اللي راح يشاركون وياكم في مهرجان أجيال؟ الصراحة هاي الزيادة كان مخطط لها يعني مع نهاية مهرجان الأجيال في 2019، لأن صار فيه كثير من الطلب من الحكام اللي عدوا 21 سنة وصاروا ما يقدرون يشاركون في أجيال وحابين إنه يكملون في المهرجان بطريقة أو بأخرى، فارتئينا إن أحسن طريقة إن إحنا نمدد فئة بدر تصير من 18 إلى 25، وكذي يقدرون يكملون بعد 3-4 سنوات زيادة في البرنامج، والأفلام ما زالت مناسبة حق هذا العمر. من الأشياء اللي حابين إن إحنا بعد نطبقها السنة لأنه هو أونلاين، إن نفتح حق حكام من خارج قطر من دول أكثر وأعداد أكبر، بهالطريقة إحنا نستغل فرصة إنه هو أونلاين في إحنا نوصل لعدد أكبر من الشباب في كل دول العالم. جميل. الأستاذة فاطمة، يعني ما هي الفئة المؤهلة للمشاركة في لجان التحكيم، وأيضا ما هي آلية التقديم؟ التقديم جدا بسيط، في على موقع مؤسسة الدوحة للأفلام الطلب موجود، يعبى الطلب سواء من الحكم نفسه أو من أهله إذا كان صغير، وكل الأشياء المطلوبة واضحة وسهلة وتعودوا عليها يعني حكامنا كل سنة، وإحنا طبعا مفتوح المجال لكل المقيمين في قطر، وبيكون مفتوح أيضا لناس من خارج قطر، ومثل ما قلت الأعمار من 8 إلى 25 سنة في فئات معينة لكل عمر. والجديد في لجنة التحكيم انه بيشاركون معنا في المهرجان مثل ما قلت لمدة تقريبا اسبوعين، بيكون من شهر 11، واتمنى ان كلهم يقدمون ويشاركون، احنا مقللين حتى طبعا رسوم التسجيل لانه بيكون اونلاين. وفي ايضا للمشاركين اللي يقدمون مبكر في خصم مبكر ممكن يستفيدون منه للتسجيل، بيكون قبل 20 سبتمبر. نعم، يعني مسهلين لهم كل الامور على اساس انه يقدرون يشاركون وياكم، بس يعني معظم البرامج او معظم الامور راح تكون عن طريق الاونلاين وراح تكون عن طريق عن بعد، ولكن هل في بعض الامور راح تكون على ارض الواقع؟ طبعا كله يعتمد على شنو الظروف بتكون وشنو الامور المسموح فيها. احنا عاده مهرجان اجيال يصاحب كثير من الفعاليات غير الافلام السينمائيه، في عروض فنيه، في عروض موسيقيه، في معرض جيكدم للبوب كلتشر، فكل هاي الاشياء احنا نتمنى انها تكون موجوده، وفي اشياء جديده قاعدين نفكر فيها مناسبه بعد حق الوضع اللي احنا اللي عايشينه، فان شاء الله الله بيقدرنا ان احنا نقدم قد ما نقدر. احنا ندري ان حكامنا يبون يكونوا متواجدين كلهم مع بعض في المهرجان، لانه روح المهرجان مختلفة لما تكون في وسطه غير عن الأونلاين، بس احنا نحاول نقدم لهم أفضل نسخة ممكن نقدم لهم السنة بالظروف الاستثنائية هذه. أكيد سيدة فاطمة، احنا تكلمنا شوي عن المحكمين أكثر وعن مشاركة المحكمين في مهرجان الجاي، ولكن المخرجين الشباب اللي عندهم أفلام اللي حابين أن يشاركون في هذا المهرجان، شلون ممكن أن يشاركون وياكم هذه السنة؟ احنا طبعا مثل ما تعرف عندنا كل سنة فئة اسمها صنع في قطر، وهذه الفئة يقدمون لها مخرجين من داخل دولة قطر سواء مقيمين او قطريين، وكل سنة ما شاء الله يعني الافلام تصير اقوى واقوى، المجال ما زال مفتوح لمخرجين انهم يقدمون افلامهم لمهرجان اجيال حق صنع في قطر،
وباقي أيام بسيطة ويسكر التسجيل، فأتمنى أنهم يسارعون ويسجلون أفلامهم على موقع المؤسسة بإذن الله. بإذن الله. سيدة فاطمة، كلمة أخيرة طبعا تودين توجهينها للمشاهدين. احنا عارفين ومتفهمين ان كثير من المشاركين في مهرجان اجيال بيصيبهم شويه من الاحباط، انه ما راح يكون موجود بالطريقه اللي يكون موجود فيها كل سنه، بس احنا نتامل حتى معاهم بالتعاون معاهم ان احنا نقدم نسخه تناسب الاوضاع اللي احنا عايشين فيها، بس بعد تكون ممتعه ومسليه ومفيده في نفس الوقت. باذن الله. طبعا السيده فاطمه رميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسه الدوحة للأفلام، شكرا جزيلا لك، وبالتوفيق إن شاء الله في مهرجان أجيال في هذه النسخة. يعطيكم العافية. شكرا. الله يعافيك. يعني محمد، من الأمور اللي تشد الانتباه خصوصا في مهرجان أجيال أن الطفل أو الشخص اللي يشارك في هذا المهرجان يشارك السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها، علشان هذا السبب يعني مدد العمر، بدل 21 صار لين 25، فكل الناس يقدرون يشاركون، وأيضا اللي عندهم أفلام والمخرجين يقدرون بعد يسارعون ويسجلون أفلامهم في مهرجان أجيال. بالتأكيد. يعني عبد الله، في بعض الشباب ما شاء الله عندهم شغف يعني في التحكيم وفي صناعة الأفلام وفي الإخراج، وطبعا مؤسسة الدوحة الأفلام ما قصرت، فتحت الخط لكل من لديه شغف يعني في هذا المجال. يعني وياكم مشاهدي الكرام ننتقل لموضوع آخر، طبعا انطلاقا من حرصها على ضمان توفير بيئة صحية آمنة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالدولة، أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة حزمة من الإجراءات الاحترازية. طبعا وهذه الإجراءات تعكس اهتمامها الكبير باستمرارية العملية التعليمية وفق أطر سليمة واشتراطات صحية صارمة لحماية أبنائنا الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية من جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. مزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام في سياق التقرير التالي. انطلاقا من حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على ضمان توفير بيئة صحية آمنة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالدولة، أصدرت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة حزمة من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تتضمن فحص جميع العاملين في المدارس الحكومية في المؤسسات الصحية الحكومية قبل بداية العام الدراسي، فحص جميع العاملين في المدارس الخاصة من قبل القطاع الصحي الخاص. الأولوية في الفحص ستكون للطاقم الأكاديمي ومن ثم الطاقم الإداري، كما تضمنت الاشتراطات التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية الاحترازية وتطبيق القانون على كل من يتهاون في مخالفة هذه الإجراءات، حيث تصل عقوبة هذه المخالفة إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 200,000 ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين. تسعى وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة إلى استمرارية العملية التعليمية وفق أطر سليمة واشتراطات صحية صارمة لحماية الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية من جائحة فيروس كورونا. الحديث أكثر وياكم مشاهدي الكرام، يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو السيد حزام محمد الحميداني، مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين. حياك الله ويانا ومساك الله بالخير. الله يحييكم ونمسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين جميعا. مرحبا بك يا أبو محمد ومنورنا اليوم. الله يحييك. طبعا موضوع اليوم طبعا شاغل بال أولياء الأمور خاصة في هذه الفترة، ونبيك يعني في البداية يعني لو تحدثنا عن آخر استعداداتكم لبدء العام الدراسي اللي في العام الدراسي المميز إن شاء الله في جائحة كورونا. ولله الحمد والمنة، بدأت المدارس جميعا باستعداداتها، سواء كان بتوفر بعض المواد من كمامات ومن قفازات ومن أدوات تعقيم، أيضا الإجراءات اللي بتتم في المدارس بمجرد أن يبتدي أول يوم دراسي في 1 سبتمبر بإذن الله بتمشي الحافلات لأولياء الأمور،
بيكون ملاحظ الباص موجود معاه الجهاز الحرارة اللي قيس بالحرارة، وكذلك بيكونون الطلاب مزودين بالكمامات والقفازات من البيت، وبيتم ركوبهم في الباص وعلى مسافات متباعدة بين كل طالب وآخر، حتى وصول كل باص يكون على انفراد، ويتم انزال الطلاب ومشيهم في مسار بتباعد كما طلبت وزارة الصحة، حتى دخولهم وأيضا تعرضهم أيضا للفحص في المدرسة بعد أثناء دخولهم، وبعد ومن ثم يتم أيضا بدون طابور صباحي، بدون يتم دخول الطالب حتى قاعة الدرس، وتكون هناك في أقصى عدد ممكن يكون في القاعة 15 طاولة وكرسي للطالب، والطالب ملزم في هذا المكان ما يغيره المكان آخر. وأيضا يكون الطالب جايب وجبته من البيت، ويتم تناولها أيضا في المدرسة دون طبعا خروج الطالب. نعم، يعني موفرين كل السبل على أساس أنه تقون الطلاب على أساس أنه تحمونهم من هذا الفيروس في المدارس. ولكن لو نتكلم شوي عن الكادر الأكاديمي في المدرسة، هل تم فحص كل المدرسين الموجودين، كل اللي يعني اللي لهم دخل في المدرسة بفحصهم؟ وكلمنا شوي بعد عن التعاون اللي بينكم وبين وزارة الصحة العامة. حقيقة التعاون بيننا وبين وزارة الصحة تعاون كامل ومتكامل أيضا بين الوزارتين. أيضا وزارة الصحة يمرون على المدارس وقاعدين يفحصون جميع الموظفين اللي في المدارس، وطبعا وفق جدول ما بين الوزارتين متفقين عليه. فالهيئة الإدارية والتدريسية وجميع الموظفين في المدرسة على علم بالإجراءات وماشين في هذه الإجراءات. جميل أستاذ حزام، يعني احنا عارفين العام هذا الدراسي عام مختلف نوعا ما عن باقي الأعوام، يعني لو تحدثنا عن مراحل عودة هذا العام، يعني توقيت ساعات العمل مثلا، ساعات الحصص، بدء اليوم الدراسي، انتهاء اليوم الدراسي، مراحل الاختبارات. اليوم الدراسي بيبتدي بإذن واحد أحد، تبتدي الحصة الأولى، طبعا ما بيكون مثل ما ذكرت قبل قليل أنه ما في طابور صباحي. يبتدي اليوم الدراسي من الساعة 7:15، الحصة الأولى مدتها 45 دقيقة، يليها 5 دقائق راحة للمتعلم، ثم 45 دقيقة أخرى. في بعض الصفوف حيكون لها فسحة بعد الحصة الثانية، وعلشان نمنع الاختلاط والمخالطة أيضا في صفوف أخرى بتكون فسحتها بعد الحصة الثالثة. ويستمر اليوم الدراسي على هذه الوتيرة حتى 12:30 يكون توقيت انصراف الطلاب، وعلى دفعات اللي في الحافلة بيكون مساره مع ومعاه مشرفينه ومعاه ملاحظين الباص على باصاتهم، طبعا كل باص على حدة، واللي بيكون جميل. مع ولي أمره أيضا لهم مسار آخر لولياء الأمور. جميل. يعني الطالب ما راح يركب، خصوصا الطلاب اللي يروحون في الباصات ما راح يركبون الباص إلا بعد ما يتم فحصهم بالجهاز، جهاز الحرارة. نعم نعم، ويكون صحيح. لابس الكمام ويكون جايب أكله معه، صحيح؟ نعم صحيح. يعني إحنا الإجراءات اللي أنتم قاعد تتبعونها هذه لحماية الطلاب ولحمايتهم من هذا الفيروس إن شاء الله. إحنا لو نتكلم شوي الحين من جانب ثاني، الطلاب اللي راح يكونوا موجودين في مدرسة، ذكرت حد أقصى 15 طالب في كل صف، ولكن اللي نعرفه أن الصف تقريبا في 25 إلى 30 طالب، فباقي الطلاب شلون راح يكون؟ هل راح يكونون عن بعد؟ العملية ستكون كالتالي: الصف يحضر فيه 15 طالب، لو افترضنا أن الصف فيه 30 طالب، 15 طالب بيكونون في يوم آخر. حلو. بحيث يأتيك كل يوم، أنت كمدرسة كل يوم تستقبل 30% من طلابك.
وبالتالي بيكون في بعض الطلاب بيكون عنده دوام يومين في الأسبوع وثلاث أيام بيكون عن بعد، والبعض الآخر بيكون ثلاث أيام في المدرسة. بيكون نعم بيكون على سبيل المثال خلني أنا مرحلة ثانوية على نعطيك على سبيل المثال مثلا الصف العاشر بيجيك على يومين. أوكي. مرحلة العاشر بيجيك على يومين أحد وأثنين، الحادي عشر بيكون يوم الثلاثاء، الثاني عشر بيجيك يوم الأربعاء والخميس. جميل. وقيس على هذا الأسبوع اللي بعده والأسبوع اللي بعده. وطبعا باقي الأيام هم ملزمين بالحضور طبعا بالتعليم عن بعد. بالتعليم عن بعد. طيب استعدادات يعني لإطلاق جزء يعني من الخطة التعليمية عن بعد، يعني تحدثنا عن دراسة عن بعد، وتحدثنا عن استعداداتكم لهذه الميزة أو هذه الخطة التعليمية. طبعا تقصد التعليم عن بعد. إيه. التعليم عن بعد ولله الحمد نجحت المدارس وبشهادة الجميع في الفصل المنصرم. حلو. الآن العملية للطالب وكذلك للمعلم هي أسهل مما سبق. صحيح. وصارت العملية سلسة جدا، فالأمور في هذا المجال ولله الحمد طيبة، وإن شاء الله الجميع يطمن، إن شاء الله العملية التعليمية بتمشي على خير ما يرام بإذن الله. طبعا يعني كل الشكر لجهودكم اللي قاعد تقومونها خصوصا في وزارة التعليم والتعليم العالي بالنسبة للمدارس، وأيضا وزارة الصحة العامة والتعاون اللي قاعدين تقومون فيه مع بعض لحماية طلابنا. طبعا السيد حزام محمد الحمداني مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، شكرا جزيلا لك وما قصرت على حضورك ويانا. الله يحييكم. الله يعطيكم العافية ويعني الله يعينكم على بداية العام الدراسي إن شاء الله. الله يعيننا جميعا. آمين إن شاء الله. الله يحييكم. إذن مشاهدينا الكرام، تغتنم العديد من الأسر عطلة نهاية هذا الأسبوع لتنظيم أجندة ترفيهية عائلية مميزة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الأكاديمي الذي يفصلنا عنه أيام قليلة. طبعا هناك العديد من الوجهات السياحية والترفيهية اللي يمكن الذهاب لها خلال عطلة نهاية الأسبوع، نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. في قطر يختصر الجمال على شكل شروق على بحر وغروب في أحضان صحراء أصيلة. في قطر يطوف بك التاريخ مختصرا الزمن بين أصيل وحديث بلمحة عين. في قطر ستعيش الحاضر بأرقى تفاصيله، وسترى المستقبل أمامك رؤيا العين. في قطر ستجول بين أروقة الثقافة لحناً وشعراً ورسماً وغناء. في قطر ستكون على موعد مع الابتسامة دائماً، فكل من عليها فرح وسعيد. في قطر ستختصر العالم على شكل أطباق تشبع بها ذائقتك. في قطر ستعيش الرفاهية في شكل أسواق وأزياء. في قطر كل جميل بالمختصر. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم وحلقة نهاية الأسبوع من برنامج حياتنا. أماكن كثيرة تقدرون تزورونها في دولتنا الحبيبة قطر، ونشجعكم على السياحة الداخلية من خلال زيارتكم لهذه الأماكن محمد. نعم. وأيضا يعني نتمنى منكم أهم شيء انتباهكم والتزامكم بالإجراءات الاحترازية. نعم، خصوصا يعني بعد وصولنا المرحلة الرابعة، يعني الواحد يقدر يطلع الحين يرفه عن نفسه. طبعا الواحد يحاول يستغل هذه الأيام القليلة قبل بداية العام الدراسي الجديد. يعني وياكم مشاهدي الكرام، يعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله يوم الأحد في برنامج حياتنا. مع السلامة.